الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا وشفيعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه وأتباعه ومن دعا بدعوته إلى يوم الدين. اللهم اجعل هذه المجالس خالصة لوجهك الكريم، اللهم اجعلها في ميزان حسناتنا جميعا يوم نلقاك، يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله. وما زال حديثنا موصولا مع سورة الزمر، تلك السورة التي هي من السور المكية، أي التي كان نزولها على النبي صلى الله عليه وسلم قبل هجرته من مكة المكرمة إلى المدينة المنورة. وهذه السورة الكريمة زاخرة بالحديث عن الأدلة على وحدانية الله، زاخرة بالحديث عن أن القرآن معجزة الرسول صلى الله عليه وسلم الكبرى، وأن الله عز وجل تكفل بحفظه، إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، وأن يوم القيامة حق، وأن رسالة النبي صلى الله عليه وسلم حق، وأن الجنة حق، وأن النار حق. السورة الكريمة زاخرة بالحديث عن هذه الأركان، ووصلنا إلى قوله عز وجل: ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن ايه يا جماعة؟ ليقولن الله. ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله. قل أفرأيتم ما تدعون من دون الله إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضر؟ أو أرادني برحمة هل هن ممسكات رحمته؟ قل حسبي الله عليه يتوكل المتوكلون. هذه آية كريمة صلتها بما قبلها، أن القرآن الكريم بعد أن ضرب الأمثال وكذا 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 جاءت هذه الآية لتسلية الرسول صلى الله عليه وسلم وللرد على شبهات المشركين. فتبدأ الآية بقوله: ولئن سألتهم. الضمير هنا لمين؟ من السائل؟ الرسول صلى الله عليه وسلم يسأل المشركين، مشركي قريش أو كل مشرك، من خلق السماوات والأرض؟ الرسول أمره الله بأن يسأل المشركين هذا السؤال المحدد: من خلق السماوات والأرض؟ يردون عليه ويقولون: الله. هم اعترفوا بأن الخالق للسماوات والأرض هو الله عز وجل. يلقن الخالق عز وجل النبي صلى الله عليه وسلم الجواب: قل ده فعل ايه؟ فعل امر. واحنا بنسميه في التفسير اسلوب ايه؟ تلقين. يعني الله عز وجل يلقن يعطي نبيه السلاح الذي يرد به على المشركين. قل
يعني قل أيها الرسول الكريم، قل لهؤلاء المشركين: أفرأيتم ما تدعون من دون الله. تدعون هنا بمعنى إيه يا جماعة؟ تعبدون. تدعون بمعنى تعبدون. يعني قل لهم أيها الرسول الكريم، على سبيل التوبيخ، السؤال هنا للتوبيخ، أفرأيتم ما تدعون، أي ما تعبدون من دون الله، هل إذا أرادني الخالق عز وجل بضر، بمرض مثلا، هل هذه الأصنام تعيد إلي شفاء؟ هل إذا رزقني الله بالصحة والعافية، هل هذه الأصنام تستطيع أن تحول الصحة إلى مرض؟ أبدا. الله سبحانه وتعالى كما قال: ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها، وما يمسك فلا مرسل له من بعده، وهو العزيز الحكيم. ولذلك قلنا في تفسير هذه الآية الكريمة والمعنى: ولئن سألت أيها الرسول الكريم، عاوزكم لما تبص في كتاب زي اللي أمامكم اللي أنا بنقرأ منه، تقرأوا قريبا من قراءتي إن لم تكن زي قراءتي قريب منه، لابد من أن تقرأوا. ولئن سألت أيها الرسول الكريم هؤلاء المشركين: من الذي خلق هذه السماوات؟ من الذي خلق هذه السماوات التي ترونها بأعينكم؟ ومن الذي خلق هذه الأرض التي فوقها تعيشون؟ الكلام ده فيه خفاء ولا واضح وضوح الشمس؟ واضح. لئن سألتهم هذا السؤال لا يملكون في الإجابة عليه إلا أن يقولوا: خلقهم مين؟ الله. ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن: ها؟ الله. طيب أنا أسألكم، الله هنا موقعهم الإعراب إيه؟ فاعل لفعل محذوف، وتقدير الكلام: ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن: خلقهن. أدي الفعل أهو، مش كده؟ خلقهن الله. واضح. وقولهم هذا دليل واضح على تناقضهم مع أنفسهم. لماذا؟ طب لما انتوا بتعترفوا بتقولوا الذي خلق السماوات والأرض هو مين؟ الله. طب فلما تعبدون الأصنام؟ هل الأصنام خلقت السماوات؟ هل الأصنام خلقت الأرض؟ طب هتتناقضوا مع أنفسهم. شوفوا الإجابة، شوف الرد الواضح اللي يخرس الألسنة، زي ما حصل بين سيدنا إبراهيم وبين ذلك الملك، لما هو قال له: أنا أحيي وأميت. سيدنا إبراهيم بيقول له: الله هو الذي يحيي ويميت، اسكت. قال: طيب لا، أنا أحيي وأميت. سيدنا إبراهيم شوف الفطنة وشوف الذكاء، ما دخلش معاه في إيه، في أخذ ورد وشغلان، لا، قال له: خلاص خلاص، صدقنا إنك أنت تحيي وتميت، خلاص. بس أنا بنسألك سؤال: إن الله يأتي بالشمس من إيه؟ فأتي بها، قدر يرد؟ فبهت الذي كفر. تعلم هذا أنت عندما تشمع ملحد بيسيء إلى الإسلام، تفهم هذا وتقول له: لا، طب أنت بتقول كذا وكذا، طب رد لي على كذا، طبعا هيقف، تعرف بأن إيه؟ الإسلام هو الدين الحق. فهنا الجواب:
طب أنتم أيها المشركون اعترفتم بأن الذي أوجد السماوات وأوجد الأرض هو مين؟ طب فلماذا عبدتم غيره؟ هل يستطيعون أن يأتوا بالجواب؟ كل الجواب اللي قالوه كما حكى القرآن: ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله. يعني احنا بنعبد هذه الأصنام علشان تشفع لنا. رد عليهم القرآن: لا لا، هذه الأصنام لا تنفع ولا تضر ولا تملك الشفاعة، ولا يملك أحد الشفاعة لأحد إلا بإذن الله عز وجل، إلا من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، لا يملك أحد. قل أفرأيتم ما تدعون من دون الله إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضر؟ يعني إن أرادني الله عز وجل بمرض من الأمراض، هل هذه الأصنام تستطيع أن تمنع هذا المرض؟ أبدا. إن أرادني بعافية هل تستطيع أن تضرني؟ أبدا. شوف سيدنا إبراهيم الآيات اللي في سورة الشعراء: الذي خلقني والذي هو يطعمني وإذا مرضت فهو، والذي يميتني ثم يحيين، والذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين. هذا هو منطق الرسل عليهم الصلاة والسلام. هل هن كاشفات ضره أو أرادني برحمة هل هن ممسكات رحمته؟ لا، لا يستطيع أحد أن ينفع أو يضر سوى مين؟ سوى الله عز وجل. قل حسبي الله، أي قل أيها الرسول الكريم في الرد عليهم وفي السخرية من آلهتهم: الله تعالى الخالق لكل شيء. حسبي يعني إيه يا أخوان؟ كافيني. قل حسبي الله كافيني في جميع أموري، وعاصمني من كيدكم وكيدي من تتوهمون كيده، وعلى الله وحده وعليه فليتوكل المتوكلون. أي وعلى الله وحده لا على غيره يتوكل المتوكلون، لعلمهم أن كل ما سواه تحت ملكوته وقدرته. جاءت آية بعد ذلك، وشوف صلة الآية بما قبلها. يبقى الآية اللي احنا معها بينت لنا بإيجاز أن المشركين عندما يسألهم سائل من خلق السماوات والأرض كانوا يقولون الله هو الذي إيه خلق السماوات. رد عليهم الرسول صلى الله عليه وسلم بأمر من ربه: طيب ما دمتم اعترفتم لما لم تخلصوا العبادة لله عز وجل؟ فكان جوابهم كما حكاه القرآن الكريم: ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. رد عليهم النبي صلى الله عليه وسلم في كثير من الآيات التي حكاها القرآن الكريم، قال لهم: لا، لا شفاعة لأحد عند الله إلا بإذنه، والله سبحانه وتعالى أخذ على نفسه أن يغفر الذنوب إلا إشراك بالله، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر إيه ما دون ذلك لمن يشاء. قل حسبي الله عليه يتوكل، قل حسبي الله عليه يتوكل المتوكلون. وجاء تلقين آخر، فعل أمر آخر. قل في الآية الثانية: قل يا قومي اعملوا على مكانتكم إني عامل فسوف تعلمون. تبقى صلة هذه الآية الثانية بالآية الأولى إيه يا جماعة؟
صلة الآية الثانية بالآية الأولى؟ قال لك صلتها، اسمع، الآية الثانية فيها أمر من الله عز وجل مرة أخرى. الأمر الأولاني في الآية الأولى، مش كده؟ يقول حسبي الله. هنا أمر آخر بأن يتحداهم وأن يهددهم، قل يا قوم اعملوا على مكانتكم. إيه معنى اعملوا على مكانتكم يا جماعة؟ يعني اعملوا ما تريدون أن تعملوا، تحاربوني، تسخروا بي، تقاطعوني، اعملوا ما شئتم، فأنا لن أتزحزح عن الدعوة إلى إخلاص العبادة لله قيد أنملة. واضح؟ هذه معنى قل يا قوم اعملوا على مكانتكم، يعني يا قومي، يا من تعبدون الأصنام أو تعبدون غير الله، افعلوا ما شئتم، افعلوا ما شئتم معي. مش حصل في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم وهو في مكة أن قاطعه المشركون؟ حصل ولا ما حصلش؟ آذوا أصحابه أم لا؟ آذوه هو أم لا؟ مش كده؟ وضعوا على رأسه التراب وهو ساجد ولا لا؟ العمل ده سيء وقبيح ولا لا؟ عمل. لكن هل الرسول صلى الله عليه وسلم سكت عن دعوتهم؟ أبدا، استمر يدعوهم. وقال لعمه أبي طالب لما قال له يا ابن أخي، ما معناه يا ابن أخي؟ دع الناس وما يعبدون، ومتى آمن بك جماعة من المؤمنين من المسلمين خليك معاهم وسيب الباقي. قال لا والله يا عمي، لو وضعوا الشمس في يميني والقمر في يساري على أن أترك الدعوة إلى إخلاص العبادة لله ما تركت ذلك حتى يفنى عمري، يهلكني الله أو أهلك فيه. هنا كذلك قل أيها الرسول لهؤلاء المشركين الذين عبدوا غير الله، قل لهم يا قوم اعملوا ما شئتم، فأنا مستمر في دعوتي إيه لكم. ويا قوم اعملوا ما، قل يا قوم اعملوا على مكانتكم، أي قل لهم للمرة، ها المرة رقم كام؟ رقم 3، لأن الآية الأولى فيها مرتين قل، مرة قل أفرأيتم ما تدعون من دون الله، والمرة الثانية قل حسبي الله. قل لهم للمرة الثالثة يا قومي اعملوا على مكانتكم، أي وقل لهم للمرة الثالثة اعملوا ما شئتم، عمله من العداوة لي والتهديد بآلهتكم، اعملوا على ما في إمكانكم عمله معي. طب والأمر هنا يبقى إيه يا أخوانا؟ لما الرسول بيقول لهم اعملوا على مكانتكم، يعني اعملوا ما شئتم معي، يبقى الأمر لإيه؟ للتهديد والوعيد. التهديد والوعيد، يعني لن أسكت عن تبليغ الرسالة، لأن الله عز وجل أمرني أن أدعو الناس إلى إخلاص العبادة له وإلى التحلي بمكارم الأخلاق. قل يا قوم اعملوا على مكانتكم إني عامل. إني عامل، أنتم اعملوا ما شئتم وأنا أعمل ما شئت. يبقى معنى الآية الكريمة اعملوا ما شئتم من سيئات الرسول، أمره الله أن يقول لقومه اعملوا ما شئتم من إيه؟ من سيئات، وأنا سأعمل ما شئت من إيه؟ من حسنات. هذه معنى إني عامل، أنتوا أعملوا الشر وأنا أعمل الخير. واضح؟ قل يا قوم اعملوا على مكانتكم، يعني اعملوا ما شئتم من سيئات، إني عامل، أنا
ما شئت من ايه؟ من حسنات. سأقابل سيئاتكم بايه؟ بالحسنات. اني عامل، اي اني سأقابل عملكم السيء بعمل حسن من جانبي، وهو الدعوة الى وحدانية الله عز وجل والى مكارم الاخلاق. فسوف تعلمون، يعني فسوف تعلمون من منا سينجح في ايه؟ في عمله. من منا سينجح في النهاية؟ فسوف تعلمون. زي انت ما تيجي لطالبين، طالب مهمل وطالب ايه؟ مجد. يجي الطالب المجد يقول للطالب المهمل: طيب انا اديني بنذاكر وانت اديك مهمل، طيب انتظر هتشوف النتيجة لمين، النجاح لمين، للمهمل ولا للي بيذاكر؟ للي بيذاكر. الحسنات التي بشرنا الله بها لمن يحضرون مجالس العلم ويحرصوا عليها، ولا للي هم ايه؟ يحرصوا على مجالس السوء. مش كده؟ المقارنات. اني عامل فسوف تعلمون. متى؟ في الدنيا قبل الآخرة. طب الدنيا ليه؟ قال لك لأن الله كتب على نفسه: إنا لننصر رسلنا. مش كده؟ والذين آمنوا في الحياة الدنيا، مش كده؟ ويوم يقوم إيه؟ الأشهاد. أيضا آية أخرى: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى. ما يجيش واحد يقول لا من ذكور بس، نعلم الذكور وما نعلمش إيه؟ جايبين الكلام ده من فين؟ ما تعرفش. ودقني طول كده، اللي بيقول هذا الكلام دقني طول كده، جاب الكلام ده من فين؟ ما تعرفش. طب ما القرآن هو بيقول من عمل صالحا من ايه؟ ذكر او انثى. ما قلتلوش لله لا ما تجيبش الانثى، ما قالش كده. يقولك لا ده انا اللي علمي صحيح. من فين؟ طيب ما هو ربنا اللي بيقول اهو من عمل صالحا من ذكر او انثى وهو ايه؟ مؤمن، فلنحيينه اثنين الذكر والانثى، فلنحيينه حياة ايه؟ طيبة. ده في الدنيا. طب وفي الاخرة؟ كملوا الاية: ولنجزينهم اجرهم باحسن ما كانوا ايه؟ يعملون. ده امتى؟ في الاخرة. في وضوح اكثر من هذا الوضوح؟ إني عامل فسوف تعلمون. من منا الذي سينجح في عمله، ومن منا سيأتيه عذاب يخزيه ويفضحه ويهينه في الدنيا، ومن الذي سيحل عليه عذاب مقيم في الآخرة. فالمراد بالعذاب المخزي عذاب إيه؟ عذاب الدنيا. والمراد بالعذاب المقيم عذاب ايه؟ الآخرة. قل يا قوم اعملوا على مكانتكم إني عامل فسوف تعلمون. من يأتيه عذاب يخزيه، يعني من يأتيه عذاب في الدنيا يفضحه ويحل عليه. متى؟ ويحل عليه يعني يوم القيامة في الآخرة. ويحل عليه عذاب مقيم يعني عذاب دائم والعياذ بالله، لا يموت فيها ولا يحيا. من يأتيه عذاب يخزيه ويحل عليه عذاب مقيم. بعد ذلك انظر إلى أسلوب القرآن، تأتي التسلية للرسول، تسلية والتحريك الايه؟ الانشراح، وكأن الرسول في معركة
هم يقولوا كذا ويرد عليهم الرسول صلى الله عليه وسلم، وهذا الذي هم يقولون وهو الرسول يرد وهكذا، دي تتعب ولا ما تتعبش؟ تتعب. يأتي بعد التعب ايه؟ التسلية. تأتي بعد المتاعب التسلية. طب هذه التسلية تتمثل في ايه؟ في قوله عز وجل: إنا أنزلنا عليك الكتاب للناس بالحق، فمن اهتدى فإنما يهتدي لنفسه، ومن ضل فإنما يضل عليها، وما أنت عليهم بوكيل. هذه الآية الكريمة سنتحدث عنها، وندعو الله سبحانه وتعالى أن يجعل هذه المجالس خالصة لوجهه الكريم، وأن يجعل القرآن ربيع قلوبنا وأنس نفوسنا وشافعا لنا يوم نلقى الله عز وجل، يوم لا تملك نفس لنفس شيئا، والأمر يومئذ لله. Woo!